もう頑張る。やってみました。Avec cette violence mentale. Quand je suis allé enchaîner une victoire de Bava, mais lui, c'est une confirmation avec la manière de l'intour. Il reste le mot là, c'est un jeune intour. Il est trop intour. Il est cadé une tape pour faire courir un terme. Avec la volonté de l'en faire, avec le collectif de l'en faire. Vraiment intéressant. Vraiment. Bravo, bravo. Une femme a été faite comme ça. Admettez-vous, c'est lui qui est. Vous êtes là à la cadre de l'histoire. Inch'Allah, par le Dieu, vous êtes là. محرز حكيت على حاجه مهمه للوليدين الصغار هي كما نقولوا نحن بريباراسيون مونتال نتاعهم يعني مالغري دو ماتش في جمعه ونجم نقولوا حتى في جمعتين الاخرانيين سي الكاتريام ماتش ما فماش جور مونتال والله الحمد لله يا ربي احنا خذيناها عهد كديريكسيون تكنيك كامله في النادي الافريقي باش نخدموا على روحنا باش نوصلوا بالصغيرات انه الحصه نتاع التدريب هي في نفسها مباراه. لازم نوصلوا للعقليه اللي كونوا الملاعب لازم يتحمل يتعب ويتحمل يخدم ويتحمل الضغط هذيك ضريبه الحياه اذا نحبوا نلعبوا في جمعيه كبيره. النادي الافريقي جمعيه كبيره. ما يلزمنا كان نكونوا حاضرين ذهنيا سيرتو ذهنيا. قاعدين نخدموا على رواحنا. ان شاء الله ربي يجيب في الصواب. وليديات عامله مجهود كبير، الاوليه عاملين مجهود كبير. الهيئه المديره تاع النادي الافريقي عامله مجهود كبير 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 ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب غير بحرص فما يعني حاجه نراوها في ليكيب هذي تحسها كما عائله كما حكيت انت يعني من الاولياء لكم انتم ملمومين هذه كاركتيرستيك عندها هما بصفه خاصه والله الحمد لله يا ربي هذوما خاصيات عشنا بهم في النادي الافريقي بما فيهم انا النادي الافريقي اذا تفقدت المحبه بيناتنا والغيره على بعضنا ما عادش نكونوا نادي الافريقي، النادي الافريقي كنا كي ترى الملاعب في النادي الافريقي المجموعه تراها تلعب كل سواء اللي يلعب ولا اللي حتى في الجرادان نتكلموا كلام واحد معناها لغتنا لغه واحده محبه النادي الافريقي ما نسموش فيها ما نسموش فيها مش بالكلام بالفعل بالفولونتي بالديسيبلين بالسيريو نتاعنا الحمد لله يا ربي الحمد لله ان شاء الله ما تراش يعني عبيد كيف كنت ينجموا الميساج هذا يوصلوه للوليدات صغار انت وغيرك يعني والله الحمد لله هوني لا احنا هي المديره خمت فينا باش نخلطوا الميساج هذا على خاطر احنا ولاد النادي ونغيروا على النادي واي انسان مرحبا به معنا باش ينزل معنا وظن القفه كي سواء لعب هنا ولا في جمعيه اخرى ماهيش مشكل مي ليسونسيال يكون معنا في معنا يوصل الميساج هذا ميرسي عايشك يا محرز عايشك